السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مهندس علي جمال من كورس السي شارب إن شاء الله النهاردة مع بعض هنعمل آلة حاسبة بالسويتش كيس إحنا خدنا المرة اللي فاتت شكل السويتش شكلها عامل إزاي وبتتكتب إزاي إن شاء الله النهاردة هنعمل الآلة الحاسبة مع بعض ده شكل الآلة الحاسبة أو ده شكل البرنامج اللي إحنا هنعمله مع بعض المفروض إن أنت قبل ما بتعمل البرنامج بتخطط له وتشوف البرنامج هيمشي معاك إزاي بحيث يبقى كتابة الكود عليك سهل جدا أهم حاجة في البرمجة إن أنت تفكر أكتر من كتابة الكود، الكود أنت ممكن تحصل عليه من أي مكان لكن هي الفكرة كلها البرمجة تفكير ومنطق. خلينا في الأول البرنامج اللي معانا هيبتدي بستارت. هيبتدي البرنامج معايا هيطلع رسالة للمستخدم هيقول له مرحبا بك في الآلة الحاسبة. تمام؟ بعد كده هيقول له دخل الرقم الأول. لما المستخدم هيدخل الرقم الأول هيتحفظ في آه متغير تمام وهنخليه من نوع دبل بحيث ان لو 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 المستخدم دخل آه رقم عشري يقدر يقبل منه الرقم العشري وكمان بعد كده هتظهر له رساله اللي هي دخل الرقم الثاني برضه هيبقى متغير ثاني آه هنحفظ فيه القيمه اللي هيدخلها المستخدم وفي متغير ثالث آه ده اللي احنا هنشتغل عليه على السويتش كيس المتغير الثالث دوت احنا هنطلع رساله للمستخدم هنقول له دخل العلامه اللي هي علامه الجمع او علامه الضرب او القسمه او اللي هي الماينس او الناقص تمام طيب المستخدم بعد ما يدخل العلامه احنا هنعمل اه الاحتمالات الاربعه على الاربع علامات يعني هنعمل سويتش بعد كده الكيس الاولى هي هتبقى على علامه الماينس لو المستخدم مدخل علامه الماينس فاحنا هنبتدي نعمل عمليه القسمه ونطلع له بعد كده النتيجه وننهي البرنامج طيب ده في حاله ان الكيس مظبوطه يعني المستخدم دخل الماينس طب لو ما دخلش ماينس هيبتدي الكيس بتاعي دي مش هيقراها يعني مش مش هيعمل علامه الماينس الناقص تمام يعني مش هيطرح العددين من بعض بعد كده هيخش على الكيس اللي بعدها هيشوف هل المستخدم دخل علامه البلس اللي هي الزائد لو دخل علامه الزائد هيبتدي يعمل عملية, عمليه الجمع ويطلع له النتيجه طب لو ما عملش لو ما عملش هيشوف الكيس اللي بعدها طيب الكيس اللي بعدها اللي هي علامه القسمه لو المستخدم مدخل علامه القسمه هيبتدي يعمل عمليه القسمه ويطلع له النتيجه لو ما عملش عملية الاسمة او ما دخلش علامة الاسمة هيبتدي يشوف هل دخل علامة الضرب لو دخل علامة الضرب هيبتدي يعمل عملية الضرب ويطلع له النتيجة وينهي البرنامج طب لو ما دخلش اي حاجة من الاربعة دول هيقول له try again يعني حاول مرة اخرى وينهي البرنامج تيجي نعمل البرنامج دوت على السي شارب احنا قلنا معانا هنا هنستخدم ثلاث آه، متغيرات متغير في النتيجه متغير في الرقم الاول ومتغير في الرقم الثاني ومتغير في العلامه اللي هو هيدخلها المستخدم اذا كانت ضرب او اسم او جمع او طرح تمام خلينا نشتغل على البرنامج يبقى انا محتاج ثلاث متغيرات من نوع دبل تمام هنخليهم مثلا اكس واي زد تمام احنا عرفنا المتغيرات بتاعتنا تعال نرجع كده نشوف البرنامج كان ماشي ازاي اول حاجة آآ, هيطلع رسالة للمستخدم اللي هي رسالة الترحيب يبقى هكتب له console. رايت لاين right تمام وهقول له رساله الترحيب بتاعتي طيب بعد رساله الترحيب نشوف البرنامج هيقول له دخل الرقم الاول يبقى كونسول دوت رايت لاين والرساله enter the first number تمام طيب لما هيدخل الرقم الاول او الرساله لما هتظهر له بتاعت ادخل الرقم الاول مفروض ان احنا هنحفظ النتيجة داخل متغير احنا قلنا عليه يبقى الاكس ده اول متغير هستخدمه هيساوي كونسول دوت المرة دي بقى ريد لاين تمام طيب هنا قلنا الداتا اللي جاية من شاشة المستخدم هي string فهنحتاج ان احنا نعمل لها convert to تو تو ايه تو دبل ونفتح القوسين وهنحط الكود بتاع ادخال داخل القوسين تمام طيب كده احنا طلعنا رساله للمستخدم ومستخدم دخل الرقم الاول وحفظناه في الاكس طب ما نفس العمليه هتعمل تاني ان احنا هنطلع له رساله برضو لو رجعنا للبرنامج اهو احنا هنطلع له رساله هنقول له فيها دخل الرقم الثاني تمام؟ المستخدم هيدخل الرقم الثاني بس هنا هنغير المتغير هنحفظ قيمه بتاعه الرقم الثاني في الواي طيب عشان برضو يبقى الدنيا واضحه هحاول ان انا اعمل لك مسافات بالشكل ده طيب دخل الرقم الثاني عايزين نطلع له رساله نقول له دخل العلامه الرياضيه اللي انت عايز تعملها على البرنامج بتاعنا بليز انتر بلس او, أو uh, ماينس او علامه الضرب او علامه القسمه تمام طيب هنحفظ العلامه اللي هيدخلها في الزد تمام بس هنا في نقطة المفروض الزد ما يبقاش دبل لأن العلامة دي تعتبر سترينج تمام فاحنا هنعمل متغير من نوع سترينج وهنسميه الزد بتاعنا طبعا مش هنحتاج كونفرت لأن نفس البيانات نفس الداتا تايب اللي هيدخلها المستخدم من سترينج لسترينج يبقى مش هنحتاج نعمل كونفرت في الاربع علامات طيب هيبتدي هنا بقى شغل السويتش بتاعنا اللي احنا هنعمله هنكتب سويتش تعال نرجع للبرنامج احنا جينا بعد ما دخل المستخدم العلامة هنبتدي نشغل السويتش والاحتمالات بتاعتنا الاربع احتمالات خلينا نرجع نكتب سويتش احنا هنشتغل على الاحتمالات دي على انهي متغير اللي هو الزد يبقى هنفتح قوسين ونكتب زد تمام وهنفتح قوسين بالشكل ده ونحط الكيسز بتاعتنا داخل السويتش يبقى اول كيس اول احتمال معايا ان هو يدخل مثلا البلس تمام وهنقفل الكيس بالشكل دوت ونكتب طب في نقطه طب هو ليه ما قبلش معايا البلس لان عندي هنا المتغير الزد هو عباره عن سترينج، يبقى السترينج بيتكتب بالشكل ده زي ما احنا متعودين، تمام؟ ونكتب الكود بتاعنا، طب في حالة المستخدم دخل علامة الجمع يبقى هنجمع console.writeLine وهنفتح قوسين جوة القوسين هنعمل عملية الجمع، يعني هنكتب x زائد y، تمام؟ وبعد كده هنقفل بالبريك بتاعتنا بالشكل ده، دي أول كيس، طيب إحنا عايزين أربعة، ممكن ناخدها كوبي، نعملها أربع مرات بس. احنا بس هنغير هنا ماينس وهنا تبقى ماينس وهنا ضرب علامة الضرب وهنا القسمة وعلامة القسمة طيب احنا قلنا في حالة أخرى اللي هي الديفولت هنكتب له ديفولت تمام وهنعرض له رسالة تعال نرجع للبرنامج بتاعنا هنعرض له رسالة try again تمام وهينهي البرنامج طبعا هنحطها داخل بعدين هنعمل كونسول دوت كي بحيث يوقف الشاشه وما يقفلش معايا البرنامج احنا كده انهينا الاله الحاسبه خلينا مع بعض نعمل ستارت وهنراجع تاني على الكود اه حصل معايا ايه كتب لي هالو ان يور كالكوليتر مرحبا في الاله الحاسبه الخاصه بي بيقول لي انتر ذا فيرست نمبر اول رقم مثلا دخل 15.6 بعدين ادخل ادوس انتر ادخله مثلا 12.4 اضغط انتر بيقول لي دخل علامه من الاربع علامات انا ادخل مثلا بلس في حالة بلس جمع لي ال 15.6 و 12.4 28 طيب وأنهى البرنامج تعال كده أدخل له مثلا رقم ورقم آخر وهدخله له أي حاجة غير مثلا أكتب له W بدل علامة الضربة أو الاسمة قال لي تمام وأنهى البرنامج بكل بساطة كده عملنا الحاسبة مع بعض على شاشة الكونسول تعالى نراجع كده مع بعض البرنامج كان ماشي ازاي احنا قلنا البرنامج هيبتدي بعدين هيطلع له رسالة زي ما حصل معانا بعدين آه طلع دي رسالة الترحيب بعدين طلع له رسالة ادخل رقم الاول وخزناه في تعالى كده نخلي الشاشة عشان توضح معاك ابتدى البرنامج بعدين طلع له رساله اللي هي هالو ان يور بعدين طلع له رسالة أخرى قال له دخل الرقم الأول كتبناها هنا تمام بعدين طلبنا من المستخدم بعد ما دخل الرقم الأول خزنا في الإكس بعدين دخل الرقم الثاني أدخل الرقم الثاني بعدين خزناه في الواي بعدين عملنا متغير من نوع سترينج وهو خاص بالعلامات الأربعة اللي هو هيدخلها المستخدم وطلع له رسالة بيدخل زائد أو علامة أو علامة الضرب أو الاسم أو الماينص تمام بعدين خزناها في الزد بعدين شغلنا السويتش على الزد سويتش احنا قلنا إن هي عبارة عن احتمالات أنا عندي أربع احتمالات هنا اللي هي علامة القسمة أو الناقص أو الضرب أو الجمع وفي حالة إن هو مدخلش من الأربع علامات دول حاجة هقول له try وده اللي حصل هنا وفي حالة إن هو دخل علامة الزائد آه عملنا عملية الجمع أو الناقص عملنا عملية آه الطرح وهنا عملية الضرب وهكذا عملية القسمة ده بشكل بسيط كده مع بعض آه السويتش وده المثال هيوضح لك سويتش ماشية ازاي حاول تعمله مع نفسك المرة دي مش هحط الكود في أسفل الفيديو أنا عايزك أنت تحاول تكتب الكود وتحاول تفكر في البرنامج بيمشي ازاي وحاول ممكن تعمل بالسويتش أو الإف أو أي حاجة خدناها مع بعض حاول تعمل بيها برامج صغيرة بحيث بعد كده تقدر تنميها وبعد كده تقدر تستخدمها في برامج كبيرة وتبتدي الخبرة من هنا وفي البحث عن المشاكل بكده انهينا حلقتنا النهارده بذكرك ان انت تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وما تنساش ان انت تشارك الفيديو مع اصدقائك بحيث يستفيدوا وتعم الفائده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته